يقول: هل السنة محفوظة وما الدليل على ذلك؟ أكيد السنة محفوظة، يعني الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر المقصود به كتاب الله تبارك وتعالى، لكن نص أهل العلم على أنه يشمل كذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الكتاب محفوظا والسنة محفوظة. والله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالسنة بشكل عام محفوظة، لم يغب منها شيء أبدا، ولكن الذي يحصل أنه قد يغيب عن زيد ما لا يغيب عن عمرو، فقد يكون البعض اطلع على شيء ولم يطلع عليه الآخر، وهذا هو من أهم أسباب الخلاف بين الناس، أن هذا اطلع على شيء لم يطلع عليه الآخر. لكن لو جمعت الناس كلهم لوجدت أن جميعهم يحفظون السنة كلها، يعني موجودة السنة محفوظة بكمالها أبدا، لا ينقص منها شيء ولم يزد فيها شيء. ولكن يبقى قضية تصحيح الأحاديث والنظر فيها ونظر في الأحاديث الضعيفة، وهذا اطلع على هذا الكتاب وهذا لم يطلع على هذا الكتاب، وهذا كتاب مخطوط مفقود وهذا وجده هكذا. فهي بشكل عام محفوظة، ولكن قد يكون بعض السنة يغيب عن بعض الناس وليس عن كل الناس. ولأهل العلم يعني جهود عظيمة جدا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في عموم الدين الذي حفظه الله جل في علاه. نعم.